أهلا بكم في حلقة اليوم. نناقش الأحكام الصادرة في الجزائر في قضية مجمع الخليفة، حيث أصدرت محكمة الجنايات بالبليدة حكما بسجن 18 سنة على رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة وغرامة بمليون دينار ومصادرة جميع أملاكه لإدانته بتهم تشكيل جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزورة. وكانت النيابة قد طلبت بعد أكثر من شهر من محكمة الاستئناف بفرض أو بمحاكمة الاستئناف بالأحرى بفرض عقوبة السجن مدى الحياة ضد المتهم الرئيس في قضية بنك الخليفة الذي تأسس في 1997 وأفلس في 2003 متسببا في خسائر تصل إلى 5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين. وسبق أن أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة ضد خليفة خلال المحاكمة التي جرت في 2007 عندما كان خليفة في بريطانيا قبل أن تسلمه إلى الجزائر في 2013. وبالإضافة إلى المتهم الرئيس تراوحت الأحكام الأخرى ضد 71 متهما بين السجن 10 سنوات والسجن غير النافذ والبراءة. وبحسب المصفي القضائي للبنك فإن الجزائر تجنبت كارثة وطنية بعدم إيداع مجمع سوناطراك 400 مليار دينار أي ما يعادل 4 مليارات يورو ببنك الخليفة. معنا لمناقشة هذا الموضوع عبر خدمة سكايب من الجزائر المحامي عدلان زناية. عدلان مرحبا بك. مساء الخير جمال. ما قراءتك لهذه الأحكام في قضية الخليفة؟ والله المحاكمة أصلا أفرغت من محتواها، شفنا خلال 35 يوم كل شيء إلا الجانب يعني الأساسي اللي كان يتسناو فيه الجزائريين. يعني وقع حديث على شكون اللي بدا القصاصات تاع البنزين لي بون ديسونس، شكون اللي حلفوا الحرب سرق سيارة داها نفسه، شكون اللي دا بزة تاع الطيارين يعني لي كوستيم تاع لي بيلوت، وهذه وميعت الأمور في سفاس في هذا التفاصيل. وبعدنا على كل حال القاضي يوم استدعى الجلسة قال سأستدعي كل الناس. للأسف لم يستدعى أي أحد من الناس اللي كان كنا نترقبوا فيهم، ما شفنا حتى وزير، ما شفنا حتى واحد من كبار العسكر، ما شفنا حتى واحد من كبار إداريين برئاسة الجمهورية حينها، يعني حين الوقائع ولا في الوقت الراهن هذا. ما هذا هو أفرغت يعني حد إجراء المحاكمة توفيهت، هذا هو الكلمة توفيهت. طيب. مو يعت 18 سنة للخليفة، طبعا المطالبة كانت بحكم مدى الحياة، ما رأيك في هذا الحكم؟ والله الحكم هذا له دلالات. أنا يعني متيقن باللي هو من خليفة يعني وفى بالجانب تاعه تاع السبقة، التزم الصمت، ما حب يجيب وما حب يورط وما حب يهضر على حتى احد من المسؤولين الكبار ومعروفين، يعني كما سبق بزاف واضحين للناس اللي كنا نستناو فيهم يهضر عليهم ويجيبهم لساحه المحكمه. الجانب تاعهم من السبقه التزم به يبدو لي، درك بقى الجانب اللي وعدوه به هل سيوفون هما الجانب تاعهم؟ لانه عن قريب وانا متاكد جمال راح نفيقوا ولا نشوفوا اذا كان وفقوا الجانب تاعه. هو المده اللي قضاها في بريطانيا في الحجز راهي من ناحيه يعني في القانون الجنائي المقارن راهي تحت باب لابياس كوركوس، يعني تغطى له في 18 سنه هذه تحتسب كمده قضاها يعني كحبس او سجن، يعني يقدر الواحد يكون مسجون ولا محبوس مقيد الإرادة. هيك في بريطانيا حتى لو كان في إقامة جبرية راهي أريستي دوميشيلاري، يعني تحت باب لابيوس كوركوس من المفروض مغطاة، راهو 2007 يعني راهو خادم 8 سنين زيد لها العامين تقريبا تاع المدة تاع المدة ديبو تاع عمر الإذاعة تاعو في سجن الحراش كي جابوه لهنا.
راهي في 10 سنين قرب 8 سنين كون يقرا شويه كيما حنا ننصحوا الموكلين تاعنا المسجودين مساكن اللي اكتشفوا السرقه تخفيهم نقول لهم اقراوا دير الكتريسيا ولا دير حفاف علاق في السجن راه يديروا له لي روميز دو بان يعني بالمختصر المفيد قعدت له 6 سنين يخدمها إذا كان مشاو معاه في الصفقة هذا هو 6 طيب. سنين يخدمها ولكن لماذا ترى أنها صفقة؟ صفقة لأنه لم يذكر أحد ما تمسك بتبون ما تمسك بوجرة سلطاني ما تمسك بسيدي سعيد ما تمسك تعلم جمال المصفي يلقى يعني وصولات ثابتة تاع أبناء كبار العسكر يعني على سبيل المثال للحصر تاع ابن الفقيد المرحوم محمد العماري كارت ب 2 مليار سنتيم يعني راه عقب فيها ايامات في باريس ولا دوريه حول الغرب مش دوريه حول الشرق تاع المجاهدين. طيب يعني والقائمه تطول. طيب ما جاب حتى واحد والتزم الصمت. ابقى معنا عدلان ينضم الينا من الجزائر عبر الهاتف الان. سفيان جلالي، دكتور سفيان جلالي، رئيس حزب جيل جديد. دكتور سفيان جلالي، ما رايك؟ هل توافق عدلان زناي ربما صفقه؟ نعم، مساء الخير. السلام عليكم، صحة رمضانكم كلكم. الحقيقة كما كان يتكلم الزميل هي أنه هذه محاكمة يعني ديكور في الحقيقة ونوع من المسرحية، لأن حتى ولا ما نحكمش على الرجل كشخص يعني على عبد المؤمن خليفة، ولكن كلنا نعرف بأن الفضيحة أكبر بكثير من ما قيل في هذه المحاكمة. والغريب هو أنه حتى بعض الأسماء الكبيرة اللي كانت يعني مورطة في الحقيقة في الفضيحة ووقفوا كشهداء في يعني المحاكمة السابقة في 2007 اليوم حد ما وصلوش للمحكمة، قعدوا يعني الأسماء نتاعهم ترددت، ولكن حتى الحضور نتاعهم أصبح في خبر كان. فهذه يعني كل شيء مفبرك، وفي النهاية لغلق كل الملفات تاع الفساد الكبير اللي وقع في مدة حكم الرئيس بوتفليقة، ونوع من غلق هذه الملفات كلها قبل ربما الرحيل نتاعو. طيب أعود إليك عدلان زيناي، في الغرامة ما رأيك؟ مليون دولار يعني 100 مليون سنتيم، مليون دينار بالأحرى، 100 مليون سنتيم 10,000 أورو يعني، وحجز ممتلكات خليفة. هذا محرج. في بعض الملفات اللي نعالجوهم عندنا بعض الموكلين يحكموهم بما يعادل علبة سجاير من المخدرات، بغض النظر عن العقوبة تاع 15 سنة حبس نافذ، يحكموا عليهم عقوبة تصل 5 ملايين دينار غرامة، 500 مليون سنتيم يعني بدون تعليق. هذا ثغرة ونادينا المشرع يعني يدير تكون حل متجاسمة الغرامة، الجرائم الاقتصادية ما هيش غرامة جزافية تاع حد مرور، راهي يعني تكون متجاسمة، منين يكون الضرر بليغ يطلع مبلغ الغرامة حتى يكون تبعة في الحكم بعد يكون رادع جزا. للأسف احنا القانون تاعنا هذا هو حالنا، المشرع ما هوش حاب يروح بعيد في قضايا الفساد هذه. المحاكمة كيما نرجع للشيء اللي قالوا يعني دكتور جلالي سفيان اللي نحييه بالمناسبة، يعني حتى يعني نكونوا يعني صادقين وما لا نبخس حق ومن خليفة هذا على ما فعلوا بالجزائر. يعني المحاكمة ما كانتش محاكمة يعني بالمعايير الدولية. طيب. ليست بمحاكمة عادلة، لأن فعلاً الجزائر راهي مصدقة موقعة ومصدقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، راهو أسمى من القانون تاعنا، المادة 14 تاعو واش تقول؟ تقول لكل متهم الحق باش يكون عنده عدد شهود النفي تاعو بعدد شهود الإدانة تاع النيابة العامة تاع جهة المتابعة. وحنا نشوفوا الدفاع تاعو يعني نحييهم وعلى رأسهم زميلي وصديقي مزعر نصر الدين دفاعهم من خليفة، يعني استماتوا في طلب إحضار شهود النبي تاعهم، رفضت طيب. المحكمة.
طيب يعني محاكمة غير عادلة بالمعايير الدولية. طيب أعود إليك دكتور سفيان جلالي. طبعا المصفي اللافت طبعا تكلفة تقدر الخسارة للدولة ولمودعي الأموال في الخليفة بنك 5 ملايير تقريبا دولار، والكارثة كانت ستكون أكبر بحسب المصفي باتسي لو وضعت سوناطراك أموالها في بنك الخليفة ربما 4 مليارات أورو، ولكن لا أحد من المسؤولين الذين وضعوا خاصة الأموال من وزراء وسيدي السعيد وغيرها تمت مساءلته في الموضوع. نعم هذا هو الغريب، يعني أنه نفتح ملف كبير كملف الخليفة أمام كل الرأي العام ونبقى في يعني الأمور التافهة وننسى الأكبر شيء. أولا ليست هنالك تقدير نهائي لهذه الخسائر كلها، هنالك نوع من كلام في الكواليس ونقول على 6 أو 7 أو 5 مليار دولار إلى آخره، ولكن في النهاية عندما شفنا القاضي سئل لماذا يعني غيب كل المسؤولين قال أنا قاضي صغير، يعني ما نقدرش نستدعي الناس هادو. عندما قاضي يتكلم في محكمة أمام الناس بهذه الطريقة يعني يبقى لماذا نسأل ما بعد هذا الشيء؟ ظاهر أن هنالك يعني عدلتين بمكيالين، الصغير يعني يخلص دائما، أما الكبير اللي يفعل أمور ضخمة هو محمي تماما من العدل. طيب الصغير في من تشير إلى من؟ هناك كثير من الناس كانوا يعملوا كموظفين، يعني يعطوهم الأوامر روح جيب أشكارة ولا دي أشكارة ولا صبحوا هما مورطين وخلصوا، يعني حتى ولا ربما هما كانوا متورطين حقيقة في بعض الاختلاسات، ولكن عندما نقارن الحجم يعني الأسماء اللي يتكلموا عليها، أنا نتذكر سيدي سعيد كان يقول أنا اللي مسؤول على يعني الأموال اللي وضعت في الخليفة بنك، ويقولوا باللي هو زور يعني محضر اجتماع وأنواع كبيرة وهادو بالمئات الملايير، وحتى واحد يعني ما يحاسبهم في النهاية، وهما دائما يعني يخرجوا يسلكوا من الأمور اللي متورطين فيها. طب من ربما النماذج التي يمكن طرحها موضوع مدرب المنتخب الوطني الجزائري ولاعب الفريق الوطني الجزائري سابقا مزيان إغيل هنا في والحكم على ما أعتقد 3 سنوات. نعم والله أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل لأحكام كل واحد، لأن ما عنديش أنا الملف وما نقدرش ندير محل العدالة الحقيقية. المفهوم من كل الجزائريين واللي تبعوا هو أنه هذا إلا غطاء كبير حول قضية يعني تجاوزت الحدود الكبيرة. شفنا أن بعض الناس يعني قال لك عودوا ورجعوا الأملاك إلى المصفي، وهما كانوا عندهم يعني سكنات في باريس وعندهم امتلاكات كسيارات فخمة 4 سيارات ومش عارف، لأنهما مقربين من السلطة من قلب السلطة. أنت تشير هنا، دعنا نسمي الأشياء بمسمياتها، ما نقلته صحيفة الخبر عن شقيق الرئيس. بالضبط نعم. الآن المشكل هو أنه ما كانش يعني الملف ما خرجش بالتدقيق، وبقى كل واحد تضارب في المعلومة، وهذا هو يعني خلاه العدالة دائما تنتهي بعلامة استفهام كبيرة، والجزائري فاهم جدا أنه هذا يعني يقضي مصالحهم، وفي النهاية اللي ما عندوش الإمكانيات باش يدافع على نفسه هو اللي يصبح متورط وفي السجن. يبقى معنا دكتور سفيان جلالي. يعود لك عدلان زيناي، ماذا عن الأحكام الأخرى مثلا؟ يعني موضوع إغيل مثلا مزيان مدرب منتخب الوطني سابقا وآخرين في 71 متهم، أحكام تراوحت بين 10 سنوات إلى جانب الخليفة، 10 سنوات للمدير العام للبنك الخليفة،
وشركة الخليفة في فرنسا للطيران، وخمس سنوات ضد الموثق كاتب العدل الذي حرر عقد تأسيس بنك الخليفة. نعم، هو على كل حال الحكم كان فيه آلاف الأسئلة على بالك يا جمال. محكمة الجنايات ليس زي محكمة الجنح، ما تسببش، لا يوجد سبيب للقناعة اللي نحكوا لها القضاء، ما كانش أسباب، كاين سؤال وجواب، كاين آلاف، حيت مانيش عارف العدد بالضبط، ولكن آلاف الأسئلة والأجوبة، وهذه شكليات يعني ما دام جاء متهم في سياق الملف تكييف تاع الشرعية الموضوعية، لكان يطيح عليه ما يطيحش عليه، هي في المداولة وجدوه مذنب، تبقى قضية الإدانة العقوبة قد هي يدي كل واحد. كان من المؤكد وكنا عارفين يعني كانت أحكامهم ستكون أدنى كلها من أحكام مؤمن خليفة، لأنه هو البطل في يعني المحاكمة. طيب، ينضم الينا الان عبر الهاتف من الجزائر الكاتب الصحفي محمد سيدمو. محمد سيدمو، كنت حاضرا في المحاكمه في منطوق الحكم، لو وضعتنا في صوره الاجواء. السلام عليكم استاذ جمال. عليكم السلام ولمشاهديك الكرام. الحقيقه الاجواء اليوم كانت مشحونه نوعا ما في المحاكمه، صحيح ان المحاكمه بدات بشكل هادئ و يعني القاضي استرسل في الاجراءات المعمول بها في النطق بالحكم من خلال تلاوه الاسئله، ثم يعني شرع في اثبات التهم او نفيها على المتهمين، ثم نطق بالاحكام. عند النطق بالاحكام في الحقيقه كانت مفاجاه كبيره، انه عبد المؤمن الخليفه يعني قابل الحكم بابتسامه عريضه، يعني شاهدناه مبتسما ابتسامه عريضه وكان شيئا لم يكن، رغم ان التهمه، رغم ان الادانه في الحقيقه كانت ثقيله جدا، 18 سنه ربما لم يكن يتوقعها محاموه، الذين قالوا لنا قبل الجلسه انه نتوقع اما البراءه واما 10 سنوات على اقصى تقدير، ولكن في الحقيقه عبد المؤمن خليفه تلك الابتسامه كانت تخفي وراءها ربما قلقا شديدا عبر عنه محاميه، الذي قال ان الحكم قاسي وان وكيله لا يستحق تلك يعني الادانه. بقيه المتهمين استاذ جمال يعني تقريبا شعروا بالارتياح للاحكام الصادره، لان 52 متهم نال البراءه، وتقريبا كل المتهمين غير الموقوفين نادوا البقاء، او حتى المتهمون الذين هم موقوفون اي رهن الحد، يعني حصل الكثير منهم على الافراج بعد ان يعني كانت الاحكام الصادره في حقهم اقل من المدد التي قضوها الى الان في السجن. ربما اللحظة الأليمة أو اللحظة التي نقول العاطفية التي كانت في الجلسة إثبات تهمتي تكوين جماعة أشرار والسرقة على المدرب الوطني مزيان إيديل، الذي تقريبا تعاطف معه الجميع، لأنه ربما شعروا أنه لم يكن في الحقيقة متورطا بالدرجة التي جعلت من القاضي أو من هيئة المحكمة تثبت في حقه في تلك التهمتين، ولكن مع ذلك استفاد ايضا مزيان ايديل من الافراج، لان الحكم الصادر في النهايه في حقه كان 3 سنوات ونال اجراءات التخفيف، وكان الحكم 6 سنوات وهو قضى 3 سنوات في السجن، وبالتالي سيخرج يعني سيكون حرا طليقا يعني اليوم. المتهم رحال عمر ايضا الموثق الذي كان في وضع صعب جدا، يعني 86 سنه، الرجل دخل الى قاعه المحكمه في المره السابقه وهو يعني تبدو على وجهه علامات مغادره في الحياه يعني تقريبا، ولكن مع ذلك ادين ب5 سنوات سجن، وهو قضى منها 16 شهر فقط، ولا زال ينتظره 4 سنوات. محامي يعني كان متأثرا جدا وقال أن ربما الموثق لم يسعفه العمر ليكون حرا طليقا في السنوات القادمة، لأنه تنتظره 4 سنوات ووضعه الصحي متدهور جدا. هذا يعني صورة عامة عن ما جرى اليوم استجابة. طيب، ابقى معنا محمد سيدمو ودكتور جيلاني سفيان والأستاذ عدلان زناي.
نعم متابعي مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير ثم نعود لمتابعة النقاش. ونطق قاضي المحكمة بالحكم 18 عاما سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في فضيحة القرن عبد المؤمن خليفة المدير العام لمجمع الخليفة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 1,000,000 دينار جزائري ومصادرة لكل أملاكه. ونطقت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة برئاسة القاضي عنتر منور بأحكامها في قضية الخليفة رفقة 71 متهما، 21 منهم موقوفون و5 متوفون ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة عام 2007. وكان النائب العام لذات المحكمة قد التمس في جلسة 7 جوان الحالي عقوبة السجن المؤبد للمتهم خليفة مع مصادرة جميع أملاكه، فيما التمس عقوبات تتراوح ما بين 20 سنة إلى 18 شهرا حبسا نافذا في حق باقي المتهمين. الأستاذ لزعر نصر الدين محامي الخليفة كان قد صرح بأنه متفائل باستفادة موكله من حكم مخفف في الملف الثقيل الذي توبع به في الوقت الذي أبدى فيه تخوفه من حكم ثقيل قد يصل إلى المؤبد. إلى ذلك فإن أغلب المراقبين كانوا يتوقعون صدور أي أحكام بخصوص صاحب الإمبراطورية المنهارة إلا البراءة، فهي مستبعدة جدا عندهم. أما آخرون فقالوا إن الملف ذو صبغة سياسية قد أحيط بحضور إعلامي مكثف وغير مسبوق. وكان على المحكمة أن تجد أجوبة ل14,000 سؤال للوصول إلى عمق ما جرى داخل المجمع وخارجه. من جهة أخرى نفى محامون ما وصفوه بإشاعات تم تداولها أخيرا تفيد بأن الخليفة قد قدم للعدالة الجزائرية من قبل بريطانيا على أساس ضمانات من شأنها أن تحميها. وببداية طي هذا الملف الثقيل يزدر الستار على مسيرة الفتى الذهبي عبد المؤمن خليفة، ذلك الشاب الطموح المتخرج من جامعة الجزائر بشهادة كلية الصيدلة، وتبقى أسئلة أخرى مطروحة ومعلقة والبعض يراها مشروعة حول المتسبب في كل ما حدث وعن اعتماد بنك خليفة واعتماد كل المؤسسات الأخرى التابعة له وعن القصة الحقيقية لفضيحة القرن وتداعياتها الحقيقية أيضا. ويتساءل المراقبون أيضا هل ستمهد هذه المحاكمات إلى فتح محاكمات أخرى في فضائح أخرى عاشتها الجزائر؟ دكتور سفيان جلال يعود إليك بعد هذا التقرير والأسئلة الآلاف فعلا التي تطرح. الخليفة كقضية وببعدها السياسي ألا تلخص كذلك الجزائر وجزائر بكل أبعادها السياسية والاقتصادية كذلك؟ نعم في صلب الموضوع في الحقيقة، لأن وراء هذه القضية مشكلة يعني العدالة في الجزائر. هل العدالة يعني بعد مهم جدا في إطار دولة القانون عندها المكانة أم لا في الجزائر؟ المشكل هو أن العدالة ما هي إلا ملحقة للسلطة لمركز من مراكز السلطة، فهذا هو يعني الآن الموضوع الأساسي، كيف نبني دولة قانون، كيف نعطي كل إمكانيات لعدالة تكون حقيقة تحمل يعني قيمة العدل في يعني التحرك نتاعها والحكم نتاعها. هذا هو الآن كيف الجزائر تقدر تجوز إلى مرحلة أخرى، مرحلة وين كل المؤسسات تعمل في إطار شفاف معروف وباحترام الكل. هذه هي المشكلة الآن، أنه هل الجزائر تصبح دولة أم تبقى كما للأسف نقول دولة تلموس. طيب ابقى معنا دكتور سفيان جلال، يعود إليك عدلان زيني. هل الحكم خلاص نهائي أم من ناحية القانونية هل بإمكان الخليفة أن يستأنف؟ هو الحكم أكيد راه يكون موضوع طعن بالنقد من أغلبية الأطراف، هو يعني مانيش راح نستشرف المستقبل ويمكن يعني نشوف في حكم مؤكد انه سيلغى عند يعني الطعن بالنقد، لانه الاف الاسئله في هذا المعمعه الكبيره
لا يمكن تلافي كل الأخطاء القانونية، راح تكون خروقات في الإجراءات، في قانون الإجراءات الجزائية، لذلك يعني ما بقولش يعني مؤكد، وإنما الأرجح أنه راح يلغى عند الطعن بالنقد الحكم. طيب يعني ما دلالات ذلك؟ دلالات يعني كما قلت لك الأسئلة كثيرة والإجراءات معقدة، وما احناش عارفين واش راح يكون، يعني يعقوب طالب النقد من على عام، من على عامين، من على كل سنة، راح تتغير الأمور في الجزائر أكيد. هل سيكون مؤشرا الطعن وبدون الطعن اذا ما كان هناك فعلا ترتيب ما مع الخليفه؟ اكيد راح يكون مؤشر حاسم، يعني اذا كان عبد المؤمن خليفه لم يقدم طعن في غضون 8 هذه الجهه، يعني مؤكد، مش مؤكد، اكيد انه اقنع وعجبه الابتسامه تاعو في الجلسه، ما كانتش الابتسامه تاع اعصاب، كانت التزامات واقتناع بالحكم تاعه. طيب اعود اليك محمد سيدمو، طبعا القضيه في البدايه كان هناك ذلك الاهتمام الاعلامي، ولكن خبت بعد تقريبا شهر، ثم الحكم جاء في رمضان. هل الامور كانت في اعتقادك مرتبه من كل الابعاد، قضائيا وسياسيا واعلاميا، لتكون في الصيف وفي رمضان يكون الحكم، ثم القضية أخذت أكثر من شهر، حتى الإعلام الجزائري لم يعد يتناولها في آخر الأيام؟ هو في الحقيقة أستاذ جمال، فقط تعقيبا على ضيفك الكريم، هو محامو عبد المؤمن خليفة بشر رسميا إجراءات الطعن في الحكم لدى المحكمة العليا، ذلك ما ذكره لي المحامي مروان مشهودة، يعني الذي قال أنه الحكم كان قاسي، وقررنا بالتشاور مع موكلنا عبد المؤمن خليفة أن نطعن فيه. بخصوص سؤالك أستاذ جمال، يعني في الحقيقة لماذا خفت الحضور الإعلامي أو التغطية الإعلامية للخليفة في أيامها الأخيرة؟ لأنه ما كنا ننتظره نحن هو ظهور عبد المؤمن خليفة. يعني الزخم الإعلامي كان مصدق على ما سيقوله عبد المؤمن خليفة، الذي ظهر في اليومين الأولين للمحاكمة، ظهر بوجه شاحب وبوجه مصفر، ويعني كان تبدو عليه علامات اكتئاب وإرهاق طويل، وكنا يعني نتشغف لمعرفة ربما ما سيقوله عبد المؤمن خليفة. لكن عبد المؤمن خليفة في اليوم الثاني والثالث عند بداية استجوابه من القاضي، يعني اكتفى بالسطحيات وبالعموميات، نفى التهم الموجهة إليه، ولكن لم يكشف شيئا في الحقيقة عبد المؤمن خليفة، لدرجة أنه أحد المحامين قال بأنه عبد المؤمن في سنة 2007 لما كانت المحاكمة الشهيرة وكان هو غائب عنها، كان في تلك الفترة غائبا بالجسد وحاضرا بالذهن، ولكنه في محاكمة 2015 كان حاضرا بالجسد وغائبا بالذهن، وطرح كثير من علامات الاتهام عبد المؤمن خليفة، خاصة عندما ذكر أن أمام القاضي وأمام الجميع أن لديه أشياء لا يستطيع أن يقولها. فهنا كان المفصل في القضية. إذا كنت أمام عدالة بلادك وأمام قاضي يعني محكمة جنايات وأمام الرأي العام وأمام الصحافة الوطنية والدولية وتقول أنك لا تستطيع أن تقول كل شيء، فربما هذا يقول كل شيء عن الواقع العدالة في الجزائر. ربما عبد المؤمن خليفة كان خائفا عن ذكر أشياء ولا ندري سر هذا. هل كان خائفا أو ربما يعني مرتب الأمر، يعني صفقة المال؟ والله في الحقيقة أستاذ جمال، يعني مرتب أو ليس مرتب، في الحقيقة يمكن أن نذهب في التأويل وفي القراءة بعيدا، ولكن عندما يدان عبد المؤمن خليفة ب 18 سنة سجن، فأين هو الترتيب هنا؟ يعني هنا مربط الفرس. يعني عبد المؤمن خليفة لو رتبت معه أمور كان ربما استفاد من 10 سنوات على الأقل، أو 12 سنة أو على الأكثر يعني، ولكن رجل أدين ب 18 سنة سجن،
في الحقيقة أنا استغربت لذلك، يعني لم يكن له شيء يخسر، لو قال كل شيء، لو كشف كل شيء، لو ذكر علاقته بالمسؤولين، كبار المسؤولين بالوزراء، ولكنه يعني تعفف عن كل ذلك واكتفى بالعموميات، وأحيانا ذهب إلى التنكيت والسخرية، واليوم عندما يدان يقابل الإدانة بالابتسامة. ففي الحقيقة هذه كلها أسئلة محيرة تجعلنا يعني نستغرب من تصرف ومن سلوك عبد المؤمن خليفة، ولا ندري ماذا يدور في عقل هذا الرجل. طيب بالضبط، ماذا عن الأصداء الشعبية، ماذا عن الشارع الجزائري؟ في الحقيقة الشارع الجزائري ربما جزء من هذا الحكم موجه للشارع الجزائري، موجه للرأي العام، أنه لقد أحضرنا عبد المؤمن خليفة كما وعدنا، وانتزعناه بعد معركة قضائية طويلة مع السلطات البريطانية، وأحضرناه للجزائر، وهو قد حكم في الجزائر وحكم عليه ب 18 سنة سجن. فهذه ربما رسالة تريد أن توصلها السلطة إلى الرأي العام الوطني، ولكن يعني لا يمكن لهذه الصورة الوردية أن ربما تنطلي على عموم الجزائريين، لأن القضية فعلا حكم فيها عبد المؤمن خليفة، ولكن المسطور والمخفي كثير جدا، والأسئلة ما زالت مطروحة، وهذا يجعلنا ربما متوجسين، أو لنقل أنه هذه القضية أو هذه المحاكمة حاكمت عبد المؤمن خليفة، ولكنها لم تكشف لنا الحقيقة كاملة، والحقيقة هي جوهر العدالة. إذا لم تكشف الحقيقة في المحكمة فأين ستكشف الحقيقة؟ شكرا جزيلا لك محمد سيد من الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. دكتور سفيان جلال يعود إليك. الحقيقة طبعا ليست هناك لغة أكثر تعبيرا عن الحقيقة من لغة الأرقام، قد تكون الأرقام في قضية الخليفة يطرح حولها 1000 سؤال، ربما ملايير الأسئلة بقيمة ما تم فقده من أموال شعب وأموال دولة في البنك الخليفة بشكل خاص، 5 مليارات تتقرب، ربما أكثر. الكارثة كانت ستكون أكثر لو وضعت أموال سنترك، ولكن لغة الأرقام في الجزائر اليوم دكتور سفيان جلالي تعبر فعلا عن حقيقة ما مرة، اسمها تراجع عائدات الجزائر بنسبة 45% في 5 أشهر الأخيرة من هذا العام. نعم، الآن شوف في القضايا هذو تاع الأموال الكبيرة الضخمة، هنا يعني الناس اللي يستفادوا مباشرة من هذه المصادر، ولكن في النهاية دائما عندما تأتي العدالة يعني هي اللي تطي الملفات. شفناها في قضية سوناتراك، شفناها في قضية طريق سريع غرب الشرق، شفناها في كل مرة تعودنا على هذا يعني التعامل الغير العادل مع هذه القضايا. الآن الجزائر عندها صعوبات كبيرة من ناحية التمويل، ولكن هذا ما بقاش يعني قضية تهم المسؤولين اللي تورطوا في هذا المحن، هما داروا اللي حبوا داروا وداوش حبوا، أما الطوفان بعدهم ما يهمهمش. طيب شكرا جزيلا لك دكتور سفيان جلالي، رئيس حزب جيل جديد. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ خالد بورايو، المحامي الجزائري المعروف. أستاذ خالد بورايو، ما رأيك في الأحكام اليوم في قضية الخليفة؟ الأحكام جاءت بعد طرح أسئلة يفوق عدد 14,000، ضمن ألاف من الأسئلة، وجاء على العموم بصفة معتدلة، يعني لا سيما فيما يخص عبد المؤمن خليفة، أنه حكم غير منتظر بالنسبة لي وبالنسبة لعدة محامين، وأن هذا الحكم جاء بعد مثول عبد المؤمن خليفة، والذي كتم ربما السر حول مسؤولية بعض من المسؤولين أو بعض من الأشخاص
هذا كله ربما يبين بأن الحكم معتدل يعني ربما إيجابي بالنسبة له. يعني 18 سنة إيجابي بالنسبة للخليفة في اعتقاد؟ بالنسبة لي أظن بأنه إيجابي، لأنه كانت العقوبة تروح يعني للسجن المؤبد يعني. وهذا اللي يخليك أستاذ خالد ترجح أنه ربما هناك صفقة ما معه، لأنه لم يذكر يعني مسؤولين نافذين كبار في القضية. فيه ربما في احتمال كبير بأن هذا الحكم يعني يتوج افتراضية وجود ربما صفقة مع السلطة، ولكن عبد المؤمن خليفة كمتهم أصلي ورئيسي ما قامش بدور يعني بإفساح أو بكشف عن مسؤولين. طيب ماذا عن سؤال العدالة في كل هذا، العدالة الجزائرية؟ يا سيدي العدالة الجزائرية أقول في كل مرة تخالف الموعد مع أولا التاريخ ومع الحقيقة. في هذه القضية أردنا ربما حبدنا أن تكون الحقيقة وأن القضية تكون بحد ببعد يعني أهم من كانت عليه، لأنها اقتصرت على قضية هذا البطاقات نتاع التلاسوثيرابي و نتاع الليبي دو فواياج. القضية أكثر أهمية وأكثر ربما تصعيد، وأن عبد المؤمن خليفة جاء غائبا في هذه القضية، بينما عندما كان في لندن كان حاضرا. هذا هو ربما ما يدعو إلى أن فرضية ربما الديل هذا بين السلطة قائم. طيب هل تتوقع أنه في سوناطراك التي أجلت، وأنت محامي أحد هناك أستاذ خالد بوراي، وأن تلقى ربما نفس التخيط إن صح التعبير، يعني بعد قضية طريق السيار بنك الخليفة الآن سوناطراك؟ لا أظن في سوناطراك، لا أظن بأن القضية ستكون قضية عادية، وأن الوقائع يعني محصورة. ربما مسؤولية الوزير السابق لم تدرج، ولكن نظن بأن محاكمة سوناطراك ستكون محاكمة يعني عادية. شكرا جزيلا لك. تفضل أستاذ خالد. ولكن المهم جدا هو ما نطالبه في كل مرة، هو أن تعزيز استقلالية القضاء واستقلالية القاضي ربما ستعطي دفعا هاما إلى تكون عدالة جزائرية مستقلة عن الحكم على السلطة التنفيذية، وهذا ربما ما يؤدي إلى ترقية نظام قضائي يعمل بالإنصاف وبالحق وبالعدل، ويكون القانون فوق كل اعتبار. شكرا جزيلا لك خالد بوراي والمحامي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. أعود إليك في الأخير عدلان زيناي، الأستاذ عدلان زيناي. سؤال فعلا هو الآن سؤال أكبر في صلب الحكاية، حكاية الخليفة، العدالة في الجزائر. العدالة في الجزائر، هذا هو السؤال كما كان يتفضل يتكلم الأستاذ بوري والأستاذ كريم. شهدنا في العشر سنين الأخيرة هذه ولا في 15 سنة الأخيرة هذه يعني تشدق بإصلاح العدالة، إصلاح العدالة تاع الرخام تاع عاود المقرات. ما ننكروش كان يعني كان تحسين ظروف العمل من جانب يعني الذكاء التكنولوجيا وما إلى ذلك، لكن العدالة وراء التسعينيات فما دون على يعني كانت قلة إمكانياتها وبالسجلات يعني فيها الغبار القديمة، وإنما كان مستوى الأحكام ومستوى القرارات العدالة وكيف كانت تدار جلسة خاصة المحاكم الجنايات يعني كان لا مجال للمقارنة مع العدالة اليوم. رانا وصلنا لشيء كما وصلنا في السياسة
حكايه عمي صالح وخويا سعيد والامورات هذه يعني راهو ينعكس على كل الشرائح وكل القطاعات في المجتمع والعدالة بينها. ما كانش يعني مربط الفرس تاع استقلالية العدالة تاع مجلس أعلى للقضاء سيد ومستقل وهو اللي يراقب ويسير المسار المهني تاع القضاة. مادام ما وصلناش للنقطة هذه كل حديث على هذا يعني عبث بالنسبة لي. طيب ولكن أليست القضية قضية الخليفة هذه أموال الجزائريين أموال الشعب يعني أموال ملايير ليست حكاية يعني سرقة صغيرة يعني ليست سرقة بورتابل الحديث عن ملايير وودائع ناس راحت والقاضي يقول أنه أنا قاضي صغير لا أستطيع أن أجلب مسؤولين وزراء كبار ليس المفروض عنده ثقل وسند الشعب معه ويحكم باسم الشعب وهذه أموال الشعب هذا من المفروض هذا من المفروض وإن كان حتى يعني مو من الخليفة من المفروض كنا نستناو فيه في 35 يوم هذه يجي قال السيد الرئيس أنا راني من مديت وقده مديت ويعني يستحضر ذاكرته ومعليش وينفت إذا كان كاين يدفع بالبراءة يدفع بالبراءة وإن كان أمور فيها إدانة واضحة يعني يحاول يقلل من شأنها فيجيب يعني يتعاون مع العدالة هذا معمول به في القانون المقارن وفي كل الدول يعني اللي تسعى العدالة الشفافة لأنه علاه وش هي المغزى من كل هذه المحاكمات هي الوصول إلى الحقيقة طيب. والحقيقة يعني واضحة هي مسؤولون في الدولة الجزائرية حينها مسؤولون كبار قاموا هما بحل بنك الخليفة هذا يعني هذا شيء وقع طيب. كان من الممكن أنه هو سيدي راهو هارب ندير له أمر بالقبض والبنك يبقى يشتغل والأموال تبقى تمشي يعني تحت وصاية البنك المركزي وفي أقصى الحالات نأمم سيدي بنك الخليفة هذا بصح ما توقعش الكارثة اللي وقعت هذه وراحت الأموال يعني كل ما فيه من مسؤوليته أجهز على اللي الشيخ اللي يقدر عليه اللي ادى طوموبيل اللي ادى بالعملة الصعبة كل في موقعه يعني الكبير ادى الدوفيز وادى الدينار العامل البسيط يعني اللي اختلسوا داو سيارات كاين اللي داو الكوستيمات كاين هذه هي طيب وهناك طبعا البنك وكذلك شركة الطيران وشركات أخرى لم يكن ربما الحقيقة كذلك ما زالت أو ربما أريد لها أن تؤد هي قضية أين ذهبت الأموال الأخرى يعني أليست القضية بحاجة إلى توضيح أكثر أين ذهبت الأموال الأخرى في شركات الخليفة الأخرى خاصة شركة الطيران كذلك هذا هو نشوفه في إيطاليا يعني إيطاليا أصبحت كمثل يعني حتى مكتب المباحث الفيدرالي الأمريكي متخذها كمثال في الجرائم الاقتصادية يعني توصل الواحد لاحترافية كبيرة بالمفروض كان النائب العام الجزائري عندما جاء نهار الأول من لندن خليفة يقول له يا ولدي تتعاون معنا وفي كل الأحوال العقوبة راح تكون خفيفة ولكن كان إمكانية تبرئة تكون تبرئة ولكن تعاون حقيقي نجيبوها كما يقولوا الشياب تاعنا بكري بالنقبة والبرمسيون كل واحد واش دا لمن مديت وين مديت وقدام مديت هذه هي الوصول إلى الحقيقة طيب ولكن الآن سؤال أخير لا تعتقد بهذا الحكم يعني الذي تراه أنه مخفف يعني فيما يرى ربما البعض أنه رسالة السلطة تريد أنها حكم 18 سنة حكم يبدو مخيف أليست رسالة ربما للذين يريدون اتباع نفس طريق الخليفة ربما يلهبون ملايير وقد ينتهون بأحكام مخففة والله لا أنا يبدو لي حكم 18 سنة تبان كبيرة كتخلى يعني عقوبة قاسية هي حقيقة يعني في الدول الغربية 18 سنة تبان لورد يعني النرويج أقصى عقوبة عندها هي 19 سنة وفيما يبدو 21 سنة ما عندهمش فوق ذلك في قانون العقوبة تاعها ولكن كما كنت نقول لك هذا إذا كان ما احتسبناش إذا كان احتسبي المدة اللي قضاها في بريطانيا كحبس مؤقت لأنه يعني كان محبوس كان مقيد الحرية كان في لوتيل ولا كان في شقة مفروشة المهم كان مقيد الحرية تحت هابياس كوربوس هذا يعني منصفوه إذا كان احتسبت المدة هذه يعني
10 سنين، ما بداش 18 سنة. شكرا جزيلا لك الأستاذ عدلان زناي المحامي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الجزائر. إلى هنا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن متابعة، رمضان كريم، صحة فطوركم وسحوركم، وإلى اللقاء.